الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشركان وكلا وبقول أفرطني أفراد كم بدأ من صحيح مسلم كتاب الحج. حج كيبو كتابي هاي أما كتاب المناسك بعض النسخ هي قرية ودقة هي. الحج لغة والقصد إلى بيت الله الحرام للنسك، إلهي سبحانه وتعالى بيت كيسور لو قستوي لغة القصد مطلقا عفوا عرفي هاني شريعة هام بوي هاي القصد إلى بيت الله للنسك لغة هام وحون نغضا إن أدميلو قصده حج كوال لا يداه ده وحاكو لا يداه ده إن أدو حكون نغنقوته شيء صور نغنقوته سنة بعد سنة مرة بعد مرة مرة كالعيد وكالي حج وال لا يداه ده حج كون السيد وكالي والغن نغنقوته واركتينو آدمه هي بشر وخاصة العرب في الجاهلية وفي الإسلام ويكونوا نوانك الجرين بيتك إلهي مركة لغة والقصد أما وتردد على شيء طوال إلى هذا أما استلاحنا عرفا وقصد بيت الله الحرام وكعبضاء هي مسجد الحرام لو قصد للنسك عمل عمراء أما حج لو قصد إلى هذا أركان بولي حجك أركان تيسو أنت لسكوا فصية وأفر والإحرام إن هذا حرات حجك رغنيغا لبادنا والوقوف بعرفة عرفة اللي استاغو رغنيغا صدحادنا وطواف الإفاضة طواف كله يقانو مالك التمنى الأظم إيسان رغنيغا أفرادنا والسعي بين السبع والمروة أركان تيسو إنتاس وحي متفقة شروط وجوب الحج وأفر سيدا اللو بدأي هاي قف كو وإنو مسلم يهي وحجكو حكو واجبا قف مسلم شردقا لبادنا وإنو مكلف يهي روحو وما حلو جيدا بالغ عاقلة بالغ عاقلة وإنو روحو يهي رغنقا أفراد إيه صدحات عفوا والحرية الحرية قف كو وإنو حر يهي ومدحبنا يهي بمعنى الضومض وحجكو كما واجبو الضيس اللي مادان واكا صحا يا سيد السبق وكالي رغنقا شردقا أفراد والاستطاعة أوديد لا أودو حجك حق بدنك إيو حق الصهيدة إي حق جدك أمني سبا إنتبا مركا روح أسو جركي أود لأو لحدي لحد أفيوي هاي وحقب سنك روح صفرك وإنو روح إياي سهيدي سنه لك أفر تاسا مركا شروط وجوب الحج الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة استطاعة ماشي هذا أيو دادها قاركود قليان شرطي شنات أي كفل ليدان أما أي هوس جليانو وجود محرم محرم هواني هدي حجيني سواء محرم أي هشوق بشرط هدي ويدنا وحلق الصو قاضي إني سن أودين حجك بيليهين ومسألة خلافية وذكرنا وينو تلماني في بعض الكتب وين إيمان دونتا إن شاء الله تعالى سيدا صواب كأنا وينو المحرم كأهين شرط لصحتي ولوجوب الحج وشرط أهين بشرط يا صحة حجكو قد انه يا ركن من اركان الاسلام ومساله امر الله هي ركن من اركان الاسلام انه يهي ومساله اجماعيه مرنا تاكم جرو انه هو واجب هي يقفك مكلف كمستطيع انا سجودنا ومساله اجماعيه انه السند كهل مر واجب هينا ومساله اجماعيه وسنسون نقنين صدح ذا قضبه ومسائل أي مسلمين تو إذا الكيد سكر راعي سكر عسين ومرة وسن كتشرين قرما لواجب يلي مرن بدن بكتشرة وذا دوحي شيئين قبل الهجرة بل واجب يلي وأنا قول غريبة ويوب بدن تهاي إن شيء ملا أول على قد السي سيدا لو بدن يوينو بعد الهجرة أها بعد الهجرة هدوية هاي سنة كشنات بل واجب يلي قول يا يلي قول يا سنة كل حاد بشيئين قول يتضبط يسديدات بيشيغين قولينا سقال يتضبن بيشيغين رأيغا حوق بدن واللبادة سنة متكود انو اها سنة كتبناد هجرادة اما كيشانا اي سقالات هجرادة سيدا الراجحانا انو سنة كسقالات هجرادة اها اي حوق بمحيط الدلائل والقرائن مكلفيريو اقرب كماركا وان صدح ذا اللبادة قولوي سيدا اقرب كاللبادة قولوي واه سقالات اما تبناد هدي لغتاقنا شناد يلحاد وشافعيد الرجحان ايو ذا دها قبا حجكو حكو واجبي على التراخي مركان ميل امسلا فيرسو وحالسكو يا حجكو ها واجب وقفك مسلم كان هو واجبي ما ان رقصية دقدق لو سمية واجبة مسيه السو انا اوودي كرا سايدني هلي كرا وضدنا اي نبطة هاي بان ديبس كغاني كرا
dib iskaga dhigan kara oon xilli kale dib ugu dhigi kara. Khilaafka waa jira. Shaaficiyadu iyo dadka la halmaala waxay dhaheen xajku waa waajib cala taraakhi, dib baa la iskaga dhigan karaa adoo awoodi kara ilaa aad ka gaadhayso heer aad tidhaahdo maanta haddaad dib u dhigto dib dambe ma xajiyi doontid. Maanta haddaad dib u dhigto dib dambe ma xajiyi doontid hadday noqoto markaa waajib buu noqonayaa sanadka inaad xajido, saasay leeyihiin. Xanaabiladii dharka la halmaalana waxay leeyihiin yajibu cala alfawr, si degdega ayuu ku waajib. Maalinkaad awood hesho ilaahayna ku nabad yeelo dhaqaalihii saa inaad hesho inaad xajidaa waajib kugu ah, sanadkana ma baaqan kartid. Oo qolyaha odhanaya wey xajka waxaa la waajib yeelay sanadkii sagaalaad ama tobnaad. Qolyaha odhanaya waa wuxuu ku waajibaa si aan degdeg ahayn waxay leeyihiin waxaa la waajib yeelay lixaad iyo shanaad oo sanadka hijrada. Marka saasay isku maadhaafsan yihiin. xajku waa shay barakaysan, waa camal islaami ah. Fil jahiliya la samayn jiray, waxay sheegeen culimmada taariikhda siyarka in ilaahay subxaanahu wa ta'ala nabi uusan soo dirin min abiina aadam ilaa muxamadin calayhim assalaam nabi aan xajiyin ma jiro ilaa hud wa saalix. ibnu isxaaq ba fi siir asagoo ku sheegay yidhi nabi hud iyo nabi saalix inay soo xajiyeen weli ma hayno, laakiin taariikh ahaan waxaan ku haynaa iyo naqli min abiina aadam calayhi salaatu wassalaam ilaa nabi ilaahi muxamed inay soo xajiyi jireen. aathaar badan baa macnaha ku timid, laakiin waxaa asaga mutafaq ah oon muran lahayn kullu nabiyin bucitha bacda ibraahim annahu xaja, nabi walboo lasoo diray bacda nabiy llaahi ibraahim. waadin fi nnaasi bilxaji, sidii loo yidhi nabi ka baaqday muusa soo xajiyey, ciisa xajiyey, ambiyadii ka farcantay badnaydee kumaankumka ahayd ee ka farcantay nabiy llaahi ibraahim ayaa soo xajiyey. marka xajku sidaas wey fadaaishiisa iyo khayrkiisa iyo barakadiisa muslim baa adilo badan u keeni doona. hadda waxaynu ku bilaabaynaa baabka u horeeyo, baaba maa yubaaxu lilmuxrimi, waxa loo banneeyo qofka muxrimka xajiyey bixajin xaj xaramaday xidhay aw cumrata cumro xidhay. qofka cumro soo xidhay ama xaj soo xidhay waxa u bannaan dhar ahaan uu xidhan karo ama cadar ahaan iyo dukaan uu isticmaali. wamaa laa yubaaxu, waxaan loo bannaynin waa bayaan تحريم الطيب عليه إن العديو أذق يعرفت إن حاران كتاي قفك حاجق أم معتمر كأه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن علي بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا نمبا سأل رسول الله رسول كلاه ويدي فقال في سؤاله وي سؤال شزو حجري ما يلبس المحرم من الثياب. نبي الله قفك محرم كحج حدي أما عمر حدي درك محو كحرانية ما يلبس المحرم من الثياب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي لا تلبس حدنين القمص قميصها شاركة هي قميصك وحد يعرف الثوب كي لهذان إنه قد قميص كون قانا أما شاركة لهذان أما شلونجها لي لهذا هذا وذا قبطان لما حدن كره يا ولا العمائم عمامته عمامتان هم مدح حضو بنينا لفائفية قدو ولا السراويلات ثروال لن يالا حدان اللونقها بحرك الله يقانو إذا هذا حياتان الوحى الرقوضو أدنا لما أقرو ولا البرانسة جمع برنس كوفيات دا مدح الله قشدو وهي قالوا سوى وين أو دير ويما هي قميس كوفيات دا لو يقول ين مغاربة دو يجزارين تو حدانو كان والله شيئا ولا الخفاف خفكنا حدان السكس كيو خفك يا جواربتنا أيقنا حدانينا جمع خف إلا أحد أحد موين لا يجد أن هلين أن علينا كبان هلين قف كبوا أي موين وقف كبوا أي محوصة من فيلبس الخفين لبا خف بوحران إياه وليقطع ما كقو يوها كتر لبا خف أسفلا ملك وحكوه سيئا ملك عبين أن قوي ذا أما إذا كبوا يستوعات لاذان با ولا تلبسوا ها حران المسلمين من الثياب درك حق زي شيء مسه أوتابتي الزعفران الزعفران كأوتابتي زعفران كقوذان غريتين هدى هدى عبتان ببركين cuntadan lagu darsaday bariiska iyo waa la warsa ama huruud ay taabatay huruudana hayawaanku marsadaan idiguna haddaad cabtaan kurkumka u taqaanaa soo ma garanaysaan geeda kurkumka la yiraahdee xiidkiisa iyo laantiisu ay u agtahay sanjibiish soo garan maysa hadda aad baa loba marka la garaacay la qalajiyay buduu noqda haweenku ay wajiyo marsadaan oo isku qurxiya kaas weeye huruud oon iska dhahaa. رواية عند أحمد وحاكوت تمد إلا أن يكون غسيلا والمعنى يؤيده ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس إلا أن يكون غسيلا. رواية أحمد إن الله أضمع الدين بوين مرة مرو الزعفران تابتي أهران لقدوذي
أما العسيي أما هرود أي تابت لكن لما يري أولا نقول لك قوين واي لب ملا معناها فقه أنا قياس كشرع أنا وحجنا يا يو مرضي هذه قال لورد نقو ونجاسة دي مدبك عفوا أركي دي إيو عين تدي بقى يتكتو لكن صور ده أي بحي وإذا محل الصمين ومسألة فقد صور ما نرافين ويحكورنا هدو بحو لكن مدبك لقوين واي محل الصمين ومسألة خلاف كتشرو سيدنا هالنقطة مرضي هذه لنقو او نجاسة دي أي صدح دي شايبة رات كيدي إيو أركي دي إيو مدب كيدي بقو مرضي والقو ولو تكون كرا لورن ما يهدى قرب النجاسة قاعدة سيدو كالي شيء ورس يهو تابتي زعفنا هدي الله ميلو لغا قويو لورن ما يهدى قرب اللمرية ما يريد داسا كفلا يدقتان كفلا حدثنا يحيى وحدثنا يحيى بن يحيى وعم ابن عمر الناقد عن محمد بن بكير الناقد والزوي بن حرب النساء أبو خيثمة كلهم عن ابن عيينة عن ابن عيينة صفياء قال يحيى سو في روايته وحول اخبرنا ابن عيينه عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابيه مركه متابعه كلام كان يا طريق نافع عن عمر اها يهدى وحور بينه كحوجي مسلم سالم عن ابن عمر قال حور السحابي قال سئل النبي نبي وحل ويدي ما يلبس المحرم قف كحج حد ام عمره حد محو نبي الله وحرنيا قال سبحانه وحول لا يلبس المحرم القميص قف كمحرم كقميص حرن ما هي اما شار وحقار كور لا غشده والعمامة عمان الضوان مهاي كوفينا قشن مهاي والبرنس هلمدنا قشن مهاي أما كوفيد وين أما قميص كوفيد له حرن مهاي ولا السراويل سراويشنا محرن أيه ولا ثوبا مرنا حرن مهاي مسا أوتابتي ورس هرود أي تابتي ولا زعفرا ما زعفرا لتابسيي والخفين لبا خفنا قشان ما يوحي لها المالة إلا ألا يجد إنسا هلين بموين متكين أما قفكي محرمك نعين لبا كبوت أوسا هلين فليقطعما مركها كقو يلبا دي كبوت يلبا دي خف عفوا فليقطعما لبا دي خف هاتشارو هقو حتى يكونا إلى النقدان أسفل وحكوه سيئة من الكعبين وحي أنقبيد كوه سيئة مركا وحي كجرنا خف لما يلا هذا يكبع اللي هذا فرق بقول عند العرب وحدو أنقى وكهوسية كبل كبو نغنية هدو أنقى وصور دافنا مركا خفافيو معاك لو يرنية متابعة كلو مركا وجود بي مسلم وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار العدوي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال نهى رسول الله نهى رسول الله تيور لفظ عد الله يلبس بي أهيد هنا أنا نهي جبال لو جود بي وصيغ كلا دون هالمعنى توغني رسول كلا وحكر ربي ومدي قفك محرم وحور ربي عفوا ان يلبس المحرم قفك محرم كانه حده ثوا مرو مسبوقا لو رينجيي اما لو دلالي اما لمرشي بزعفر زعفر لمرشي او ورس اما هرود لمريي وقال وحون يرسوبنه من لم يجن علي لو كبو نين كان هيلين فليلبس الخفين لو خفا حده وليقطعهما كغيو هكجرو اسفل من الكعبين لبد ان قوح كهوسيا حديث مركز الشواهد هيد بوجود بدونا وحديث ابن عباس وحديث جابر وباب كون يد بوكين دونا انت ان مركز كبح ان حديث كان الامام البخاري في صحيح وحوك الرياي روايه ولا تنتقب المراه ولا تلبس الخفازين بوكود حديث ابن عمر روايه كيسا هاوشان مركز لغا هلي محرك محرنا يو دمر كوح وجونا روايه البخاري تابته اه هاوينو ان الشر لو ما اوغلو قفازين ما قشن قرطو قلافيسكا اي هاوينكو قعانتا قشدان اذا رقتين يسكو اسطورا اما قبوغا بلغا حدو ويدنكو مركا قلو قشتان لما اوغلو ولا تنتقب المرأة هاوينو دا ايضو ما ان الشريرتو ولا تلبسو القفازين قعما قشن ما قشتو انتا سيكو درتي حديث كان عمر اصل بباكو يوحو اصل اوغي هاي معنه الشيء أو كهالي ومحل إجماع بين أهل العلم وخلافه كما تعلم سجود أنت أو الشيء النبي عرب كم مري صبنه عليه الصلاة والسلام قف كم محرم كحج حدي أما عمر حدي إن الله أقرئ ومسألة إجماع مرنا ملا إجماع وحسو قريء ابن منذر وحكر ابن حزم نون وقرن هيا سو ابن دقي العيد نستوى قريء ومسألة مرنا أن الله يموي دركان مركا لرهيبي وحا دركان ولا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس انت صدن وحي خسيسا رغي خسيسا دمركو شغلكم لها وحا لغا هلاي وا رغ
dumarku dharkay doonaan bay xiranayaan ayagu waxaan loo ogoleen kaliya wajiga inay indhashareer saaraan ama ay gacmo gashi galaafiskaas ay xidhaan inta kale waa isku mid baa tii waa idinka duwan yihiin idinka idin madaxa ma qarin kartaan shaar ma xidhan kartaan tiishaad ma xidhan kartaan kastuun ma gashan kartaan tirikooti sarwalka gaaban ee fuulinka iyo meelaha lowyaha gaadha lama xidhan karo luungaha warkiiba joojiga dheer qamiis warkii jooji shaar warkii jooji dadka laga hadlahayo waa labka ragga wey dumarku hawshaa shuqul kuma laha waxaa khilaaf ka taagayay bacdi xagga saxaabadu caaishi ibn cumar isku khilaafeen dumarku khuf ma xidhan kara khuf oo iyagu socks ma gashan kara ama khuf ma xidhan kara ibn cumar mayuu dhihi jiray caaishana way fasixi jirtay ayada ra'yigeedana loo badan yahay masaa'ilkan marka waxaa weeye nabigu hal shay buu caddeeyey culummada muslimiinta qiyaaska ogol inuu xujo yahay ogolla wixii la macnay mariyeen nabigu wuxuu kuu sheegay qamiis qamiis wax kastoo makhiid oo tolan oo jirka lagu sargooyey oo lagu qiyaasay baa la mid a wuxuu doona qamiis miyuusan noqon wax walboo jirka lagu jaangooyey kulligii ama xubin gooni ah lagu jaangooyey sida qaarka koro kale ama qaarka dambo kale ama gacan lagu duubhayo kale ayaa la mid ah meeshuu nabigu cumaadda ka hadlay cumaad buu sheegay wax walboo madaxa la gelinayaa mamnuuc idinka ah xataa hadduu nabarku gaadho oo faashad lagugu duubo waa maxduuraatu lxaji baad ku dhacday dhiig baa lagugu leeh wax walba madaxa lagu duubayo ama madaxa la gashanay bidhaanad koofiyad weyn duub la duubto mareed yaroo lagu xidho calal madaxa lagu xidho waa isku mid waxaasoo dhan xataa laastiig baan lagu ogolay madaxa inaad ku xidhato saraawilaadkana qaarka dambe wixii la geliyo dhan baa lamid ah nooc duna ha noqdo surwaalkan dheer midkan gaaban midkan mantataa u taqaanaan waa isku mid baraanistu waa jamcu burnus wadaaduu qaarkood waxay leeyan waa qalansa watawiila kaana yalbasuhu azuhaadu fi zamaani alawal koofiyad dheer oo dhagaha kusoo dhacayso ku yar qarnaysay ahaan jirto dadkii hore zuhaada iyo cibaadaa baa xidhan jiray isku asturi jiray inay ismuujiyaan aan jeclay idinku hadda waxaad samaysaanba igu sawir wey wixiinu wax walba in laydin ogaadaad jeceshihiin laakiin in allaha yuxibu alcabda ataqiya anaqiya alkhafiy ilaahay wuxuu jecel yahay alcabda ataqiya alghaniya alkhafiy addoonka ilaahay ka cabsada ee qarsoona isqariya ee hina nafsi qaba kaasuu ilaahay jecel yahay idinku laakiin wax walbood samaysaan waxaad la daba taagantihiin iphone baad la daba taagantihiin dhib ma laha baranista macnahaas qolyaha ku sheegay qolyaha waxay leeyihin ma ahee waa qamiis iyo koofiyad isku dhagan oo taada meelahan maqaaribada laydinka keenad xidhataan aroorti markuu qabowgu jiro ee hadda isliiba ku soo bootay dhallinyaradu xidhaan inagu waagi hore waxaa xidhan jireen un qolyaha makaaniga baabuurta sameeya soo garan maysaan soomaaliya nimankaasaa baal surwaal iyo shaar isku dhagan oo koofiyad leh lagu yaqaanay markuu aduu baranista kaasi noogu macnayn jiray ille wax kale maana arag waalkhifaaf khufkana waxaa la macna wax walboo lugta la geliyo oo soo dhaafa anqawga anqawga anqawsoo lama yaqaan oday ka boyshna niman baa yidhahdaaley intaas marka waxaa idinku macnahaasu caddeeyay xagga kale walaa talbasuu min athiyaabi shay-an massahu zacfana walwarsu laba macnaa ku jira rag iyagu looma ogolaba rag looma ogolo dumarkana waxaa loogu diidayaa zacfaraanku waaga hore hadduu dhintay oo haddii nuxurka laga qaaday udgoon buu lahaa oo nooc min atiib buu ahaa warsuguna sidaasoo kale wey dumarka iyagu waxaa loogu diidayaa inuu yahay tiib ragguna waxaa loogu diidayaa labada macnaba inuu tiib yahayna waa loogu diiday markay muxramka yihiin is ahaana looma ogolaba inay marsadaan iyagu waa dumar ulahooda weeye ragguna looma ogolo axaadiid gooni ah ku timid inaan loo ogolayn oy xaaraan tahay oo ragga loo diiday fi saxiixay xadiis ibn cabaas baa ka mid a labadaa macnaa marka raggu waa eedahayan iyagu waa la iska ilaalinaya maxaa yeelay waxaan maxaa loo diidan yahay waxaan waxaa la rabaa qurux qurux iyo ziine iyo meeshan lagama rabo camal aakharaa laga wadaa aakharaa loo jeedaa inaad ilaahay isu khushuucdo oo isbahaanbixiso ood isdullayso oo baahi kaa muuqato iyo addoonnimo ayaa maalinkaa la doonaya wixii sandaag iyo qarafqarafkeena oo dhan lama ogolo howlo adduunye iyo diib iyo xarage iyo isqurxin lama ogolo dharka cadcad baa lagu xidhaya ee kafan si aad u xusuto aakharo xaggaanaad u xusuto inaad muxrimto dadka ka duwan tahay oo wixii ruuxii xalaashaa u bannaana adiga aan lagu ogolay xaaladaada aada u timid meesha in lagu xusiyaa loogu talagalay
marka waa nidaam iyo siyaasad sharciye oo lagu talaga amalka in lagu ilaaliyo luguna weeyay beedka ilaahi masjidka si alla loo weeyay subhanahu wa ta'ala ta'dhim bayt ilaahi al-haram wa min ta'dhim ilaahi wa ta'dhim sha'airi misladan dambe marka ninkan helin kaba helin khufaynaha xidho labada aan qaw wixii ka hooseynaha ka jaro wal yaqta' ma asma al-ka'bayn حديث جابرية حديث ابن عباس بخلاف الدنيا مركان بين معناها كجرة تلمام هنا لبسك هذا اللقاء هاللي لبسك هنا لا تلبسوا يا وليلبس لبسك هنا واللبس العرفي لا اللغوي وحلو جيدا حرشد هذا قال له ووحي اللي بين آدك وبشرك وحي عادة هان حرشي ويقانان باع لو جيدا قميصك أصغو الطران أما سروالك أصغو سيدي ساء دكتا وثاران كرتا رحانتا واتكه وان كرتا إذا صار كذا إذا صارتي أمر دحنت أتكه وتأذك صارتي وحاول ولبس اللغوية لكن قميص هبل قميص بقبال غورن ماي قميص بحرين هالغوديه ماي سرول كهالك ضاد صارت الغوديه ماي سرول بقشين هاي ميا الغورن هي اللبس منه عنه هذا اللي قاله هو اللبس المعتاد العرفي شيء ولا بمقصود كيس ما كان الله استعماله سروال وحال الله قل لي إلا حدو ولا قشدو قميصنا إلا قد حد عول الله قالوا وحي أنت أنك أهين ووح بنان هذا أنت هذا تكون أي إحرامك كوي راد قوي قميص كان ماشى كوسا رأيت كوسا سفرتي وماشى ركوك واتصارن كرت واتكون تون كرتا دحان تضيع كقبته واتكون يرقبان كرتا فرق ما هو الحياة لبسة عرف جايو لبسة اللغوية تامر كوجادة وحدثنا يحيى بن يحيى حديث مركه كسور جدي انت انضم به ومساله اسكو خلاف سن هي بينو ايغنا ان شاء الله وحدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد حماد بن زيد قال يحيى سو وحولي في روايه مركه ورني حديثه وحولي اخبرنا حماد بن زيد وذاك قال دعم بكو ورين عن عمرو بن دينار المكي عن جابر بن زيد عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه من مغلايو وهو يخطب سوى خطبين يقول له السراويل سراويش لمن دول بيو أهاتين لم يجد أن هلين أل إزار معوس معوس كان هلين عفوا سروال بوحرانية نك معوس أن هلين سروال كأبنان والخفان لبضو خفنا وحيو هذا أبنان إنه كحجي وكحرمضو لمن لم يجد النعلين نين كان لبك بود هلين يعني المحرمة نبو حوجي ذا محرم بكاه الله إياه من كان لقاه الله إياه اللي شيقه إياه سروالكو وحا حران كان نينك معاوس وايا خفنا وحا حران كان نينك كبوا اللي محرم بقى لقاه الله إياه حديث كي من عمر هذا ثم رئيسنا أصل كبابك وكرده مسلم رحمة الله تعالى عليه كمسو أرورين لفظه سروال وحا حران هيا نينك معاوس وايا كما إيمانين رواية شهادة منكراء أي سيدة تري ولذلك دار قد نحول كل من ذكر السراويل في حديث ابن عمر فقد وهم مركز سيدة واصح وسيدة صحيحينكم أي مرين وي لفظ السراويل وحاحرانا ينكي مع وسوايا حديث ابن عباس مبطقوا أركيسا يا حديث الله مدكا حديث ابن عمر مبطقوا أركيسا خطأ ينو يسكحكم إذن سروال كان والقوين هيا والدلاعين يا الله مردهين خوفين كنا أسفل من الكعبين بين لقى قوين حديث كهذا من عباس إذا ما دين رواية كسان إسراعين وحدثنا محمد بشار بن دار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر الهدى لغندر وحدثنا أبو غسان الرازي واسم محمد عمر قال حدثنا بهز ابن أسد قال جميعا لبدا وداد وغندري بهز حدثنا شعبة عن عمرو دينار المكي بهذا الإسناد بيكون عمرو دينار عن جابر بن زيد بن عباس وما هي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات وحوم مغلي نبي وكو خطبين يا عرفات فذكر وحوش شعبه حديث هذا متابعة وتي هذا الحديث الشيخي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشام بن بشير السلمي حا وحدثنا أبو كريم محمد على وذكرنا إسان حدثنا وكيع عن سفيان الثوري وحدثنا ابن خشرم الهلالي أخبرنا عيسى بن يونس السبيعي عن مجيع عبد الملك وحدثني علي بن حجم ياس السعدي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي وجد عن أيوب السختياني كل هؤلاء شنطة وذات شنبة مسوى اللح
ابن عيينة يهوشيم لابو سفيان الثوري صدح ابن جريج أفر إيو أيوب شم كل هؤلاء شنتا وذاذو أيوب الدم بي عن عمرو دينار المكي بكوني حديث بهذا الإسناد سنة كذا مريس عمرو دينار عن جابر بن زيد عن عباس عن رسول الله ولم يذكر أحد منهم شنتا وذنين كم إذا مشيين يخطب بعرفات غير شعبة وحدة مسلم الدقيق سوى مجهد فحكولي هاي نبي محمد عرف كو خط بين يان مقلي وحاشي كليا شعبة كوري عمرو دينار لكن أرضها كلا كقا تحديث عمرو دينار وكمدي أيوب ابن جريج سفيان الثوري سمن عيينة وشم بشير أي كمديين لفظها ما يسين شيء مركا حد مدين مسلم كلية هاي شعبة لفظها كو خلط دمي بعد مدين وتلمام أيوب شعبنا الفاضة هي أسامي ذو كو خلط دمي جري إنه معنا أتلمام أجدار لغيابا لكن معنا بدأ كما سجروا وحلو بدأ يخذ بداس حديث كابن عباس وورينا إنه ما لكم نبي عرفت شوقي أنتم مدينة شوقي وسوس على سنة هاي وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي قال حدثنا زهير يعني ابن معاوية الجعفي إن بدأ بين صوتين زهير هذو شيخ مسلم يهينا وزهير بن حرب هذو شيخ الشيخ يهينا وزهير بن معاوية حدثنا أبو الزبير محمد مسلم بن دثرة المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال شواهد حديث ابن عمر بن عباس بعض أن صوم ردنا جابر وقدر الشيخ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجدنا عليه لبك ونن كان هيلين ومحرما فليلبس حد خفين لبك فحد ومن لم يجدن كان هيلين إزارة مع وزنك واينا فليلبس سراويلا سراويلا حد أن هيلين باليلي هيلتان كل ما بدوية مد حسيا يا مد شرعيا مد كحسيا مع وست أدو هيلي كرابد ويديبا أدو هيلي كرا العقد تقول قدان الله ويبسن كرا يا أقص يا بعد قصة مرتي ماشي هذا جوكتي لجوا سوق اللجوا مقالة اللجوا وح كسيونا ويدي مركوا ووايتان حسيا مد كشرعيا أنا أدو مع وست سوق تالا يا واحد ويدي العقد تقول قدوت أما لعقتي لو مع وش السنجر كبلن باب اللي يجيب اللي قليه حجاج تمر بالا قضايا وشيء قيميز بعرك اللي وجهي شيء يقول ما شلي بقول شيلين يا ما انتوا حنا هوا لو بان يلا شن بقول لح بقول كن بالا قد هاي ثمن المثل بكبطي ثمن المثل بكبطي مركا واجب كوما سورك سورك اسكاريس حدثنا شيبان بن فروخ الحبطي حدثنا همام ابن يحيى العود ابن دينار البصري بوجهه حدثنا عطينا برباح عن صفوان شواهد بوذا وحيابي ان لو قالين حاجه انت انك بح حديث كاس مسلك لو كان دونايو دير بوكين دوناي شافعيه ايو جمهور اهل العلم وحي قبان حديث كا ابن عمر ان لو دقمه نينكي نينكي وايا ننكي ويا كابو خفين بوحرانية وحونا كقوين يا أن قوية مالك هو سيس إنه كقوين هو واجب هدو ييلي ويانا ليك باكو واجبية سداسو ييلي حديث كي ابن عباس يجابرنا ما يسن شيئين لابدو خفين لقوين يا شافعيد عند الله الملوحي قبال ومن باب الحبل المطلق على المقيد حديث كان جابر ابن عباس ما يسن شيئين قوين لقوي خفينك ومطلق نبقى كأمس إن لقوين يوحالق عدي حيث كي ابن عمر بابك الغصو باللابيو ومقيد وحانا لقو إجماعي في الأصول مطلق مقيد كإن لسكو الدبرو لسكو حنبارو لسكو فسرو هذي إسكو السببيهين إسكو حكم نيهين سيدا مسألة وكالي لبدا حديث هو شيكاه الله هيان مطلق مقيد وحكوية مادين في سبب واحد في حكم واحد وانا اتفاق اجماع بين الاصولين حتى الحنفيه وانا وش اقول مركه واقوله محمران كما تاكم هالكاس الشافعي لما رين يرق الله المال وجمهور لوتري حنابله يعد الله المواديدين وحيليه لبدا حتى لسكم حنباري كرو حديث ابن عمر روى منسوخ في مساله القطع حديث جابر بن عباس بانا محكم الشيخ الإسلام ابن تيمية آد وقضية أشرح كتاب الشرح العمدة كتاب الحج كفيرية ومسألة أقول لي بحث فقه وقصة ما أنت أرك كتاب شنت مجلد كعب
وحاد مودا مدغل عيدهم سدا كتك تك سدي أصوليا أذا قهل شرع مديس أذا قهل إنه ردني أود بونا شيخ تي أصولي وبحث علمي أخري إنكم في ريه مشى يدا هل اسكو ما حنبارك رو تدوج بان اسكو ما حنبارك رنبور وحيدا فهمين بور حمل المطع على المقيد آد بهوش أذا قهل هذا قصي مشغول معي وحامدين كم قابلنا يا لا وضع رأي باجرت لا وضع رأي باجرت والله اسكو حنباري الله اسكو حنباري معي هاوش عروس عسكرين حامي وحوي حديث كابن عمر وحو اها روايه هنا عديين انتم النبي والمدينه تشوي ما خطبه قدام يسوق خطبه جمعه قدام بيسوق خطبه وكنت كذا المدينه يوم مسلمين تو خطبه وحد كاحكام سكلها الله مركز وشيغي وحا وبنان محرك وحا وبنان ما كلا ويدي لكن حديث ابن عباس هي كجابر وحي اهايين اعمال الحج ما كلا بلابي امني عرف اللي تشوي حلي أنا ده هذا فربنا بقولكن بقول لو أتمكن أول سحاب اللي هو قياس المسلم بيمد مال دمونا بقطع كشيء يقولون كشيء متشر تجده حلي قال لقوب باه بدنا إن خوف جين يكبت دري الله جابي الله شيء المسلمين تنا حلي قال حتى كلا تجوي رمي يمادين أو يمادين كمان كم روح النبي يقول ولي أنا أركب أمان كيمد حقا الرميسنا أو سوق النبي أركان خيمي ودم بايمد ولا سوى حجي أنصاري مهاجرين وحبا كهرين بقول الله باطني أفر كون أو مسلم بمالك حجي أبو زرعة الرازي جيري وأنا ترد أقوب بندلين بحض أتماد انتو النولا ترد أقوح اللو شيء واي اللو شيء سحابة يورا كنتو كتمس النبوي في المدينة محيطي حنابري لي حكم كحكم هروء أها والاقن نقضي وحانا صحة نكي معوس واي سوال بسكوت تاغورون وصعونيه ديقنا لا قمر ربا ولا فيد لا قمر ربا نينكي ويا كبانا خوفين بسكوت فايا يا سوكسكي زورو وصعونيه وخ لا غوين هينا ما جيرو هلكاس هي لمارين اني رايي متيم مريبا الى قرو حسن مقابك ونقاش لكن مذهب كايغو وا سدا وا حمل المطع المقيد ما اها لا اسكو يا ساون فهمه مساله دا كلين كتغو ان برجوعي ايد نينكا مفتيغا هذه سؤال لو يديو سيدا اوغو كوبان اي اوغو قرحسن بو جواب هي قسم ما اها ان سؤال شي قعب كده وجوابته ودغو نبي محل لو يدي عليه الصلاه والسلام نبي الله وحال لي قفكه محرمك محو خيرانيا محان خيرانا نبي خوري ها خيرانينا وحي وحاس وفصاحيه بلاغيه كلام مجيزه ومن اوجز الكلام وافصحي وابلغي محاي لي وحا الله خيرانيو ابن ادم باي خيرانو أسأل سؤالي بح لما نسوكو بكرو لما ترين كرو وحا حدا وحا حدا لما كو وغير محصور لأنه هو مبني على الإباحة الأصلية وحا كاره بمبا كوبان أو لغو قبان كرا أو لغو حبن كا حبن كا كلا وحا كلا وكوفة سعية إذا نبقى وكو ريكتي وحال حدا تانا وحا حدا مدى حوري ها حدا نينا وإسكي إلا لي وحا يوحاس لأنه كان محصورا مقصودك وحاوي سيدا او كوبان اسائلك كو فهمي كرو جوابتي سؤالشي جوابتي انا اقول شيكتو شرطنا ما ان سؤالشي جوابتو استبولان اسم طابقية شرط هو ان مقصودك الله تما دكلي وروح الدنيا سيدا او سهل انا وحل اقول شيك قضية دامر كو سابسا نبي يقول يجي نكي واي خفي ننكي كبا واي خفان حدو اما ننكي معوس وسرال حدو في دينا ان لا صارين سيدا الراجحة من حيث الدين ومجمهور اهل العلم هو ايه ايو قف مسلم كو دعا وح واجب كتغ وحج واجب كيس كتغ اما وحيابي لا حرم كو دعا ديق با لا ربا مخا او دخاي كان مخا لو ساري ونك بوغا كو دعاي مخو كان مخو سمي وح كريبونا بو لا يمد ومخا كريبونا سروال بس كو جفاي ها خفين واحد لا دير فرق باو دخيا قاعده كلا قال فقد وحيلي ما وبيح الحاجه العامه ما وبيح الحاجه العامه حدن غود وخي لو بني غالبا ندعه امه بدن كده ين بدن قبصدا وحفيه كفاله كمان صار ترك واجبات الحج وارتكاب ارتكاب محظورات الاحرام هذا لو بني الحاجة العامة سيدة تنو كالي كفاري في دي ملا من هذا المحاب بغن
inay waayaan kabo oo marka socks ama khufayn ku xajiyaan waxa badan in sarwaal la macwiis la waayo sarwaal la helo waa baahi taagan si guud ba umada loogu fasaxay sheega si guud loo fasaxay fidiye ka far la saari maayo laakin duruf ta khaas ka adiga kugu timaad timaad ju goysay cidii aad tartay kilka timaad oo riftay ku hooso taabatay yani khalad yar oo aad si gooni u gashay waxa laga rabaa فيديه كفاره لغربا واجبات الحج هذا لو تقطو لامر خاص اما اعطي شرعي وكا حرم في الحج هذا وصميس لامر خاص فيديه سي ديغي سي با لغا دوني باهي قدرت و خو نبي كو فصحينا لغا مربو كفاري في ما لغا مربو فرق قا ساجرا صدرت با هوين حائضه لا يدي اسك بح ها غير ألا تطوفي بالبيت إذن إذن أيضاً ضوافين بين بحيسة ضاف الودع ودع ولا قعفي دتك جيل الراعة هاي حولي القصو الصفري دقالين يي وحال قعفي ما بيوت المنا هبين كم من الله بري هبين الله بري أنا يسم برينا يي وتي مالك يمادان أي ترتان جيل الراعة حولنا سوف فيا صور ألمان ورابية لأن مصلحة عامة وتاجين حاجة عامة هاي ستة وحوله لو ودي دقالين بيوب بهين روح يدي لي هالكم وين أكبر عاوة من الجوكت وإلى ظهرك أجوكتو وإذ قلبها ما ظهرها وشو طورتو قيلي وابايلها ونقونا يا لباح اللينا يا أم بورنا مانا يا داخسلانا ونقونا قاشا دليس رعادي سقادي وحلقا عفي المبيوت بمنا بلقا عفي في دين الله مصارين حايدودي وحالي إسكاك ضواف الوداع وحال الله مصارين يعني ما أبيح أو ما ترك لمصلحة عامة أو لحاجة عامة لا فدية في ولا كفارة وحي لأمر خاص لو قلنا عينا فدية كفارة لقربها لبدا حديث جمع غودنا قاب كان ادو مشى ايدينت لما كدبا قال تقينا طلبات افق علم بدن باكو لبدا كتابات مراجعي وحدنا شيخنا فروخ الحبطي قال احدنا همام بن يحيى العودي حدنا عطاء بن رباح شواهد بودا حديث من عمر باب كو بلاباي لبا مخراتب كو خوجو حديث ابن عباس كي جابر هذا حديث يعلم بن اميه التميمي ايو اوغد بي واسغنا مساله كلا كهل دونا حدثنا عطاء بن رباح المكي عن سفيان بن يعلى بن أمية التميمي عن أبي أبيه يعلى بن أمية التميمي قال وحول السحاب قال جاء رجل نبايمد نقا إنه رميها برواية جاء عربي نرمي أيمد نقا رمي وحوش يا أبو بكر الطرطوش وحوش يا في تفسير كل شيء إن لو رجع عطاء بن أمية لو رنجري أما عطاء بن منية لو رنجري عطاء بن منية دون نقضه ويعلم الأمية ولا الكيوي مركا ولا الكيوي لكن هوشا مصرنا هوشا مصر جاء رجل من رمية يمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة نبي قلت شوك ماشي الجعرانة اللي يدها دو جعرانة ماشي اللي يدها لباطين سألك لما تبه وجرته من مكة عليه جبة وحوق بينك جبة أما كور وحاتنا ذنب عليه على الأعرابي على الرجل وحاءها جبة شبط بوقبي أما كورد أما جاكت بوقبي وعليها وحكوية لجبطنا خلوق عذر كل خلوق وعذر وحدقه أيوه حقنا سيدة كولد اللي صمر أيوه وقال الاستعمال وذا دهنا عذر كولد اللي يجري وقال لك أيها حنشده كلوي ونعرفها أيها مركوات ثمارين مرادات كل شيء انتم ماشي كل قنية ولي وقوصوا عرفها أيها مرغ هو شيء يدقونه اللي يسكت لشيء ومريها الله مريه وشرك الله مريه ودربيها الله مريه وقريها الله قرعي عليه جبة وعليها على الجبة وحاكويا لي خلوق عذر باكويا لا أما هو شيء يدقون باكويا أو قال وحجري سحابه وعليها أثر صفرة شال ثات كي باكويا لا عذر قدودا أما شال أما بوربورا ثات كي باكم مغضى وعلى قد رقائي أمو كدوه بلاكن ولي وحباكسي وسوس له كم مغضى أثر الصفرة راد هروديت باكم مضوي فقال وحول السحابي رميقا نبي قويمد كيف تأمرني نبي اللهم حد فريسا أن أصنع إنا نسمي في عمرتي عمرتي إنا نسمي محد فريسا عمرتي إذا محان كتاقا محان لأي ماذا محان إغربا محان إفصحا بو نبي قوي ديني عليه الصلاة والسلام وبالمناسبة عند العرب في الجاهلية حجك ويقاني وحن لو قليل لكن عمرضة ويكخل دني حجك واحد بضم باكخل دنا ودي وقوف عربي أوليس لكن محظورات حجك ويقانين وحب السمين جريم با
عدد إسكدائي ضرك أي دم بيوكوك لين بيسك يدي كجري أيه قاقوان بيدوا في كجري هنا ودرك الآن قبنا إن عذر كم إسكبدا عذر وما يدوان كجرين وحيسيب كجرين ضرك أي حالة لأن تذا كتنتين أما إذا ترد أبو سمية أيه قاقوان بيدوا في كجرين وهدي ويان نين رم مكاء أوسية مرن نظيف له الوح عسينه أيك حجية نينك أنطول يا قراب كله مك كله هين سو قاوم بسلاكسن هيا نينك قرابي أهل كله أنا ويحزم حقه قطوره ومك عبد البنان كذا كله قطور مسات كبنان كسو قطوره در لسيه بك حجية شري درك قطوري دبنا مو قادن مهاي بك أوسية مركو حجية وسكر دكان نينك عربي مك قادن شري قراب كله قادي والله ماري لكن عمرها ما يسنقون المحال لقيت تجي محال لسيبي أيوة دركوا ضقة بيحجي جري إسكو عمره سنجري عمرها حقوقي بهدل جري تيبوا مركز صحابي والربائين وقعد محال كلا دوان حجي عمر محاس إسكو مذا قالوا حول صحابي يعلاها وأنزل على النبي نبي وحال كسود تجي الوحي وحي بكسود تجي مركز عاش لو يديبا نبي وحي بقبطي روايت كان كوجاد دونا وسؤاله النبي صحابي ويدي نينك بو فيري النبي بو فيري مساله بو كفكيري كدبنا وحي با قبطي وكامس كسؤاله دغيستو النبي عبا نينك فيري وكامس شي بسكري حسوغين من الله لو جواب فسر عفوا فسطر وحلو استو النبي بيسو مره لو استو مره لو دلي نك وحي قبطي سيدنا عمر والنبي و دوا يا مره كدبولاي وكان يعلى ابن أمي يقول وحورج ريا عليه هذا كهرباء وددت وحان جعلان لها أني أرى إن أنا كالنبي وقد نزل عليه الوحي إن أنا أرك النبي محمد وحي اللي قصود دكية أيان جعلان لها لزيادة اليقين لزيادة اليقين وي الله أمسون رميسن يوحد ليه ذا يوحد عيشة وحنا لها صارته لأن ليس الخبر كالمعاين والشاهد يرى ما لا يرى الغاية قال وحوري فقال أي سرك قال وحوري يعلم فقال وحوري عمر عمر وي عمر وي هذا ما عدو من أهران لما سو الشيخين قائل وحوري لما سو الشيخين لكن رواية تنبع عضين دون عمر يهي فقال عمر وحوري أي سرك ما تعيشه ما كفر حق إلا يا أن تنظرين هذا يكتر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي أسو وحي لو سود الشيخ قال فرفع عمر طرف الثوب عمر با وحكر وقال مرض النبي اللي قد ذي في ذي بكر وقال ساس وطرفت وقفت فنظرت إليه النبي كان في ريب يعلى أورنيا له قطيط وعصوه النبي وخورنيا سوى خورنيا يعني قال حلو أحسب وحن أمالي قال إنه يلي كقطيط البكري قال وحوري فكقطيط البكري سيدا قال إنك خوردي سوكلا قال إنك يرجيلا مركوز يحضوك عليه خوري سوك عليه قال عرف فلما صري عنه مركي اللي قف إذا وحي اللي قوي قال نبي عرف أين السائل عن العمر أو كي ويدين يا عمر هذا حكم كذي وحب بناني وحب بنانين مركي اللي قوي يا نبي عرف اغسل عنك أثر الصفرة اسكم مايد واسكرق شيئا قدر رات كيس أثر الصفرة صفرة ذا شال الله مذب كيس اسكرق يعني عذر كيات صومري سمر ذا اسكم مايد أو قال نبي حوري أثر الخلوق أثر كولي رات كيس إسكابا بي واخلع عنك جبتك جبتنا في إسكسيب جبتنا مكورك الحريطين ومخيط وقميص بين لمتها إسكسيب واصنع السماء في عمرتك عمرة هذا ما أنت صانع في حجك وحي حجك هذا السماين لاهي محايا إلي نبي حجك كو حولي وكو حاي محايا إلي حجك وي قانين حجك وحا ريبا يوحا نكر ريبا يوي كالقرنيه واصنع في عمرتك علماء وحي وحي أدى للشدان تركي قوينه فعليا واصنع في حجتك يعني كتقوي هصمين وكفقو في عمرتك عمرة هذا ما أنت صانع ما أنت تارك في حجك لأنه محير إن كاني وحي لي من محظورات الإحرام بو لي من أقود عاي واجبات نووية اللين إريق مركة أصمين عمرة هذا وحي أدحجك كصمين لين لابد معنى بو كجرة لا إمو وحي حج لا إمان جري عمرة كل إمو سيدوك لو حد كتكتا عمرضا وحي لقاتك الجري حجك إذن الترك وفعل في صحيح المذهب يقوليها قبا أي حذك أدلي شذا في الأصول قضي يضع يضمك إمرا هي
وحانا مسألة إجماع حج كذا وحد سمين للعمرة ذا قصة مي لومت شيدو وقوف عرفيه المبيت بمني مزدلفية هو لا حج يقول إذا لاها لقاها الله وحلقها الله يا سعيك ضوافك حلقي تقصيرك يا عماشي عمره يكون كون هذا قرن يسابه لو جدا. وحدثنا ابن عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن دينار هذا الكاتب هيسان حديثك على سكو خلاف الدونا على عطاء على عطاء مك الرواد حديثك عطاء هذا كقضانية وحد صومبرت همام ويحيى عن عطاء بعد هذا صومبرت هذا أنا الرواية كلي وآه عملوا دينار عن عطاء أنا عم دينار عن عطاء عن سفيان يعلى عن أبيه وفرس المركع عطاء هنا عمرو بن ربه كقالنا هي عن صفوان ابن يعلى عن أبيه يعلى ومتصل وحين قطعكم الجرو رواية ورهمة من يحيى عطانا وسدوا كلا عن صفوان عن يعلى وأبيه قال حر السحابي قال يعلى صفوان وتابعي يعلنا وسحابي ساو كلو قال قاتر أتى النبي النبي حاوي رجل باوي مد وهو بالجعران أسوق ماشي جعران لي إذا حق حنين أي حق طائف مكة الله بحاه وأنا عند النبي أنا النبي أكتيس الجوجة يعلها دانا النبي أنا أكتشوجي وعليه على الرجل إنك يمنا وحاد دش ساها مقطعات مقطعات أي مخططات كور برماله مكة مرة لسكتر طرو ومد جدودن قبل جدودن قبل عضي قبل مدر لسكتر أيام مقطعات لي ده مرة لسكتر مدب كاهين يا مخطط كان مقطع على جوده يعني وحوجي ذا جبة نسوق قبل جبة أما كور وهو إن كنا متمضخ واسكت ربه اسم المري بالخلق عذر بسكب عشى عذر كل فقال وحونا النبي الله إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وفرس نبي الله أنا وقبا وعذر كان سيدنا اسكت قبا وكور كان قبا أيامن حديبة أيامن حديبة ما انتان صوع انا قبان حداي ميه وانا عفوا انتان حجك عمره حداي بان حداي ما وعمره احرام كهريه ما كدي بان حداي وا معي وا بان ساس ابدي ورا تان كسو حداي وعلي هذا انا جبد قبان حداي بوري وانا متمضخ بالخلق حضر كلنا ان اسكب بوحي متلطخ متمضخ وحي كدي انتاي متمضخ 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 حقوق كده متلطخ وما كان وحي اسمه مرزو هو اللي بس ان فرصه ما يسن اسكم مرزو ايا تمضخ لغا ودا متلمخ باي قران عفوا متلمخ فقال له النبي نبي حور ما كنت صانعا في حجك حجك هذا محاصه ما ليه لو يوقي النبي عربي اني نغوره وان رميه او عربيت ان حجك وحن وسن سمين لو اوقي حج كذا محاط كسمين الله قال وحر السحابي أنزعوا عني هذا الثياب مريان وأسكسي بالهدان حاجة هاي ونحج صحده وأغسل عني هذا الخلوق عذر كولانا وأسكم إلى هابور فقال له النبي حكوي ما كنت صانعا في حجك حج كذا وحاط سمين الله فاصنعوا في عمرتك عمرتنا كسمين أعوذ أسكو لما طيبة رواية من أفراد مسلم من أفراد المسلمين رواية الله بعضه مركم عني ورحوه جنيسة حدثنا الزهور بن عرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حا وحدثنا عبد بن حميد المصري الكسي أخبرنا محمد بن بكر الأزدي قال لا بدأ وذات إسماعيل إيو نكلي هذا معان بكرة أخبرنا جريج حا وحدثنا علي بن خشرم الهلالي واللفظ له لفظ كان شيء قد دونه وحايس كلي علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن ابن جريج قال وحوري مركب ابن جريج أخبرني عطاء أن الصفوة ابن يعلى ابن أمية أخبره وحوري الشيخ أصغنا ورواية متصلة أن يعلى كان يقول يعلى وحوري رنجري لعمر كو رنجري المخطب رضي الله تعالى عنه ليتني هذا العالة مك الرواية نبا يعلى لها الله ينو عمر ياي ليتني أرى النبي الله الله شليته ما أركو النبي إله يو حين ينزل عليه حلق القرآن كان لقد تجينيه نبي حلق اللو وحيونيه نبي أنا كان جعل الله فلما كان النبي بالجعران نبي ممكن جعران السوق قاري وعلى النبي الثوب نبي قال مردوش سأيهي قد أذل به الوهري عليه على الرسول قد أذل به أي بالثوب عليه على الرسول معه الناس ضد بها للسعودي مرة لقد ما تنتي وحي ممكن نبي كسوة دقال الواس ترميه مروين بعد دلد الله قد قرح سيد نبي قال سيد ملعظة
معه ناس ضد بها لسع من أصحاب أصحاب تسكمين فيهم محادثة كجر عمر إذا جاءه رجل نبا نبا قوي من صغر سيدة نبا قصة قنا ميل ودلال ميي رجل نبا عليه جبة صوف جاكتين أما كور صوف قباس دقر لحول الله قسمي صوف قوة دقر تيدها إيو جيلوي يسوف كدغرتي ارغ يدها لو جيل وبر باليدا شعر كن وريعاد كي لودا متضمخ متضمخ اسمرمري بطيب عذر اسمري بخلوق بن هران سومر اما اثر الصفرة قال فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترى في رجل نبي الله بحد ارغتا كفدوانيس اما اتكلي في رجل احرم حدي بعمرة عمرة حدي في جبة جبض يكون قدي كحدي بعدما تضمخ بطيب انت اسم المريه كذب عذر يسكب عليه عذر كل فنظر اليه النبي ساعة نبقى ان برئيش كنت اغي ونكفير يسحابك وجلسيه ثم سكت وامس سوبره فجاء الوحي وحي قبايمد فاشار عمر عمر بوحومي داري بيدي قعانتيسي الى يعلم يومي داره كالب تعالى كالب فجاء يعلى بايمد فادخل راسه مدح يسيبه قليي فإذا مدح يسمعه قليي مرة النبي قال قد ذي اللقاء السرارة بين صوم مرة فإذا النبي نبي قال أرضي ومحمر الوجه وجه يسوق قد ذي نبي قمرك وحي يكسو الدقاء دعو ليس باقى من الجري إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا عليس من نبي الله كل ما هي مرك وجهك قد ذي وخورنا خطك أنه قبح يغط أصغ وخورنا ساعة إن نبره ثم سري عن نبي قال لقى فإذا وحي قبال لقى قويي فقال النبي وحود أين أين الذي سأين عن العمر أوي نينك مرة والعمر ذي ويديني آنفا مرة ويد فالتمس الرجل نينك بالله للرادي فجاء به والله كان نينك بالله كان فقال النبي نبي وحود أما الطيب الذي بك عذرك كويا لا يدقون كات صمر السي فاغسلهم ميت ثلاث مرات صدح جرس كم ميت وأما الجبة كور كسوية جاكتين كسوما فانزع سيب ثم اصنع سمي في عمرتك عمرة هذا ما تصنع في حجك حجك هذا واحد سمي لذيال وحدثنا عقبة مكرم العامي ومحمد رافع واللفظ لابن رافع قال لبدا وداد حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي أبين وجب بن حازم الأزدي قال حول سمعت قيس ابن سعد الحنفي يحدث عن عطاء قيس عن عطاء بن هذا مرينا وحكوه الرياضة أن صوم الري ابن جريج عن عطاء وحكسه الري عم دينار عن عطاء وحكسه الري همام من يحيى عن عطاء انتو وحيليهين عن عطاء عن صفوان من يعلى عن أبيه عن رسول الله ومتصل سوى هذا عن صفوان من يعلى أمية عن أبيه أن رجلا بأت النبي من بأن نبقى أبيه صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران أسوه جدا ماشى الليلة جدا قد أهل صوحي لي أهل ومركز عطو كور قاده يا أهل الليلة هذا أهل بالعمرة عمر صوحي أحرم بعض اللوجد وهو مصفر أسوغو تشالي لحية توقر كيسي والرأس ومدح يسيس هرود سومر يا مزعفران سومر شيء يوح بدقى هيا وعليه دوشن جبة جبة نقبة فقال يا رسول الله أسوغو السداء وعذر اسكو سورنا موقي حقا كور قبة أيو عمر صوحي وأنا كنت أغنيا رواية حديث قوليا ونقصوا التقنين أنت الماما يا أيدي ممكن نبي قويدين وحوين نبي الله إني أحرمت العمرة فيما ترى وحنقص حد العمرة وحقد أركت سلا أنا أقص حدي والناس يسخرون مني فكيف أصنع صحابين يقص قص لها يعني محن زمية ما كي أركين نحن لبيك الله وكوها يا عمرة كوها يا حق أن عارس كسب بحي قد قدودن بنك كعط بنك هروز كب شكور نقبة يقص قص له الله يا أبي مرحبنا بالله اللي يقول ما ديسن هيا هي. ما دبر اللي قد يكتب محن زمية رواية نوع ساجد عند أحمد في مسنده بسند صحيح إني أحرمت بعمرة من صوحي النبي الله وأنا كما ترى أنا سيدة أركتها فقال نبي حر إنزع سيد جب عنك الجبة جبدة إسكسيب واغسل عنك الصفرة عذر كان إسكام ميريا وحن هرود إن شاء الله إسكام ميريا وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك حجك هذا واحد إسكار دور لهيدنا إسكار دور عمرة ما كانت جوبته وحدثني إسحاق بن منصور الكوزج أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا رباح ابن أبي معروف وهذا من دقة مسلم إن كان رباحة فربا كوير قدن صادرت آخر المتابعات بكدلي عكور مريد جباب الحفظي
حكصوا بالهمام انه يحيى عن عطاء، حكو حجي عمرو دينار عن عطاء، وحكو حجي ابن جريج عن عطاء، قيس بن سعد عن عطاء، رقى وحفاظ ائمه كدب رباح بوكيني وحوجنا عيغ رباح ابن ابي معروف المكي نك وحاتم الرازي هي ابو زرعه الرازي وحده وصالح وصالح بن هذا ابن عدي وحو يري حديث منكر وريمان ارق دار قدنا وحو ليس بالقوي عفوا ليس به باس ليس به باس ابن معين في روايه هي النسائي أي حو وحكى الشيء أما الذهبي في التاريخ حلوة ثقة ابن حجر حلوة صدوق له أوهام وأنين مركا أضو صدوق حسن الحديث حلوة وحلى غير الشيء صادرت مسلم قذال بوقي قال سمعت عطابا مقلين رأى قال إذا أخبرني صفوان ابن يعلى عن أبيه قال كنا مع رسول الله رسول كيبان لسعني فأتاه رجل بأيمد عليه جبة جبقبة بها جبة وحكوية الله أثر ثاد يبقيه من خلوق على الكلاه فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة عمران صوحي فكيف أفعل سين سمية محان سمية سيدة نوانا هاي فسكت عنه نبي كعاموسي فلم يرجع إليه أم الله بن أم الجواب فلم يرد عنه فلم يرد له جوابا وهي مركة فلم يرجع إليه أي لم يحر إليه جوابا جواب أم النبي كعاموسي وكان عمر عمر وحوها يستر ربك استر امر كدده اذا انزل عليه الوحي مرك وحي لو سو دجي روحي كل ما لا جواب بك دول عمر لا جواب يذل واسو هارين مرك هذا كويل عليس با قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقلت العمر وحان كوري هدان يعلى هي انه يحب وحان جعل اذا انزل عليه الوحي نبي هذا وحي لو سو دجيو ان ادخل راسي مدخي ان ان غليو مع نبي لا جيرن كيس في الثوب مرض ان كركا غشدو أون مركا أركو النبي قبل قابكو يا حال كيسو أن أركو فلما أنزل عليه مركا النبي قال لوسو تجي وحيي خمره عمر عمر با قد بولي وكو أسطري بالثوب مرو فجئته وان إميت داني على هاي فأدخلت رأسي مرحي قبا أنجلي معه مع الرسول في الثوب أن لقلي مركا وحال لقاسو قاضا هيا أو لوح أنبارا هيا إن هوشا النبي قرأ لك هيا هاي هوشا عمر أي سميه يعني هو سمي ونبي مرض الله قال له سو اركب الوجه يسي قابك النبي وياي انه النبي واحد هو اركيني وانا سداس اسكاي والنبي انك ان زياده اليقين والتاكد تكرب وحب ما ديد جرين وكي صحابي سود الاستاغي فيري واركينو في فيرنيو النبي غربيس كا قاداي مرض ساريد سو اركو خاتم كي نبوده النبي غربك كغيال فنظرت اليه وانا اغي بود فلما سري عنه النبي مكي لغا فيديو هوشي اي وحي ككعاي لقد قال وحور أين السائل آنفع عن العمر أو إنك مرة ويت عمره ويديني فقام إليه الرجل إنك با استاغي سائلك رميقها فقال وحور نبي وحوري انزع جب عنك جبتك جبضا من سكسيب واغسل أثر الخلوق الذي بك على الكوية اللي هاتك سكامان اسكام ما يرى اسكتر تر وافعل سمين في عمرتك عمرة هذا ما كنت فاعلا في حجك وحد حجك هذا سمين لهيد روايات كانت من مركة قيس بن سعد إيو رباح ابن أبي معروف هي رواية عمرو دينار عن عطاء صدح الرواية من أفراد مسلم على وزوائد مسلم على البخاري وحيث لو ذاك البخاري مسلم لو ذاك رواية همام عن عطاء رواية ابن جريج عن عطاء لو ذاك شنطة رواية أو كان وحلمي رواية الليث بن سعد في سنة بداود أيضا حجسي مرك حديث كان عطاء من حيث سال لسكو خلافي دار قدني إلى الكيس عفوا أتتبع الإلزامات رقم كبقول سيدة النصارى أروان هاي شامق بلو تعبرجي الدراسة وكل هاي بقول سيدة وهذا داقر كود نصارى ذن وحوى بقول لحن يصدح وحوش يا دار قدني نمن حديث كعطاء كقاتي وأنا رنت وجرا عطاء كقاتي أو أن شيء ويل كصفيان صفوانا أو يري عطاء من رواح عن يعلى بن أمية عن رسول الله عطاءنا سمعكم الله يا مقل عن يعلى وصحابك وحبك ابو وري مركا انقطاع ما يشق قلي روايات كان بضين في صحيحين وحي شيئين عطاين برباح عن صفوان بن يعلى عن ابيه يعني اميه التميمي عن رسول الله متصل شيخين وحي الرجحين روايه متصل هذا دار قدنا وحي سكوت انه كعليو حافظ كان نقدي في هدى الساري هدى الساري مقدمه فتح الباري بكون نقدي وارنتي عليا هاي وانا دقيق وحولي حافتكو رقا دورك ايه
عطاء حديث قاتي أن صفوان أن شيء كل جود عن بيكون عن عطاء عن يعلم ما يلي رجع حديث متصل كده جينا وهو عضين عضين إنه ليه عطاء أخبرني صفوان أخبرني صفوان إنه يعلى عن أبيه. إذن منك عن يدي وحام مقتين الجويين واسطته ودحيس عطاء إيو يعلى ودحيس أو صفوانه. إذن إنك الشيغي واسطة الشيغي يحدث المحفوظ وأنا جاوب لحفظه وبالتالي رجع كالوردان إيه صفوان جويين والسكو خلافي قتادة كامل اختلف عليه والراجح عن وامحي واسحة الوجهين وحاكم إذا نك اللي إذا ذو عبد الله بن سليمان سدوك الراجح وروات الجماعة وإن وصل الله الشيعة وحاكم حاجة من أرطاء سوى ضعيف الاعتبار ما مطر الوراق بحاكم